قالوا لي لازم تبكي. سما بكيت وعيطت، قلت له بابا بابا روح عندي. بعدا شغل جاو لابوليس يجرو موراه، بعدا داوه. شكون هي دينا؟ انا هي دينا برميل، عمري 11 سنه. ودرت اول مسرحيه ليا اللي هي الضمير العربي، مثلت دور الجزائر وكنت فرحانه بزاف، بصح هذاك الدور كان شويه صعيب عليا. مثلته مع صحباتي واختارتني الاستاذه لخاطرش كنت شاطره وعلى بالها بلي نقدر على الدور. وقتاش كان دخولك اول مره لعالم الغناء والكليبات؟ كي غنيت اول كليب اسمه النمله، كان عندي 5 سنوات مع المخرج جابر دياب. بعدها غنيت اغاني هادفه للاطفال كما اغنيه مامي، وغنيت تاني اغاني هادفه. احكي لنا على طريقة مشاركتك واختيارك في مسلسل الخاوة. ماما كانت تشوف في الفيسبوك وشافت الكاستينج، قررت تديني الموقع. بعد تلاقيت مع المخرج وقال لي كيفاش لازم تديري، قال لي لازم تبكي، قال لي لازم تديري غيماس تاع حزن. بعد درت هكاك، وهذاك الكاستينج كانوا بزاف بنات معايا واختارني انا المخرج. بعد قال لي استني وبالك يوم 3 ايام نعيطوا لك. بعد كي عيطوا لي قالوا لي عطوا لي السيناريو وبديت نحفظ. واش هو المشهد اللي مثلتيه واثر فيك؟ كي كنت في المستشفى وزعما جا لي بابا، كان هو في الحبس وقيل هرب، كان هرب من الحبس باش يجي يشوفني ويجيب لي شغل كادو، كان جاب لي شغل بوبون صغير. وانا شغل قالوا لي لازم تبكي، سما بكيت وعيطت قلت له بابا بابا روح عندي. بعد شغل جولة بوليسي جرو موراه، بعد داوة. هل لدينا مشاركات وتكريمات تشجيعية؟ وي كانوا عندي مشاركات، شاركت في غنيت الأغاني تاع الأطفال وفرحت لذوي الهمم، فرحت تاني للأطفال، فرحت كاع الناس. وتاني داروني في مجلة الطفل المبدع وعطوا لي لقب طفل مبدع. كيفاش كانت تجربتك الأولى مع قناة 4Kids؟ درت في لافواغ نورمالمون الكتاب، درت على الكتاب وكان دور سهل بزاف وعجبني بزاف. قدمي لنا مقطع لأغنية من أغاني 4Kids الأقرب لقلبك. جداتي يا جداتي، نعم يا بنتي، ممكن تحكي لي حكايتي من عيني يا بنتي. كان يا ما كان في ذاك الزمان، كان في أمي عتمان، حرث أرض وزرع رمان. شكون هو الداعم لمواهب دينا؟ بيان سور ماما وبابا، نشكرهم بزاف ونحييهم. سيختو ماما هي اللي قامت بيا، وبابا هو اللي داني، وتاني خالتي وعمتي، كامل أهلي لي دعموني وقالوا لي استعرف بيك وكنتي شاطرة وتعرفي تقمصي الشخصية، تعرفي تغني، تعرفي تديري كلش. نشكرهم بزاف. دينا، واش هو طموحك المستقبلي؟ نحب نخرج طبيبة إن شاء الله، والتمثيل والغناء نحب نديرهم هواية. كلمة القناة 4Kids. قولهم نحبكم بزاف ويعطيكم الصحة على الاستضافة، و هذا شرف ليا كي هي اول قناه في الجزائر. هذا انا.